إذن يبدو أن الخطوة التي اتخذها سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني بإعادة النقاط للفئة أو إعادة نقاط الفئات القوية إلى الصفر ابتداء من الجولة الثالثة قد أثمرت نتائجها، مع نتائجها مع مشاركة عدد من السيارات الجديدة. شاهدنا سيارة علي أريان وسيارة أليكس هاسلر. المنافسات بدأت نهار الجمعة بتمام أو بحوالي 2:30 ظهرا واستمرت حتى 9 ليلا. حضور مميز كان من الجمهور ومن رجال الصحافة والإعلام، من المهتمين ومن العاشقين لرياضة الدراج ريس. سنشاهد كل ذلك بالتفصيل بالتقرير الخاص بالسباق. جهزنا لكم تقرير لمدة 40 دقيقة عن مجريات السباق بشكل كامل، لنتابع معا التقرير التالي. إذن أولى الفئات كانت فئة الستريت بايك على يمين الشاشة أو على يمين المضمار أيضا، طلال شرشاني من قطر، وبلقائه الأول مع يعقوب حسن من الكويت فئة الستريت بايك. طبعا هذه هي الطلعة الأولى في الراوند 1 وانطلاقة صحيحة لكل المتسابقين، ولنشاهد اللوحة الإلكترونية ولمن الغلبة. إذن يفوز يعقوب حسن من الكويت بهذا اللقاء. اللقاء الثاني على يمين المضمار خالد الدوسري من المملكة العربية السعودية، على يسار المضمار هذا هو علي الشمري من قطر. انطلاقة صحيحة أيضا لكلا المتسابقين، ونلاحظ الأجواء. جرت المنافسات في النهار بداية التصفيات أو الراوند 1 للفئات، ويفوز خالد الدوسري بتسجيله 3 ثوان و935 جزء بالألف من الثانية. الطلعة الثالثة في الراوند 1 لفئة ستريت بايك على يمين المضمار وليد البدين من المملكة العربية السعودية وعبد الله الخرعان من قطر، على يسار المضمار انطلاقة صحيحة لكل المتسابقين وتنافس قوي حتى اللحظة الأخيرة من خط النهاية، وفوز وليد البدين من المملكة العربية السعودية. والطلعة الرابعة من الراوند 1 يخوضها بدر بن عيدان وحيدا على يمين المضمار، ويقود الدراجة مرتاحا نحو خط النهاية ويسجل 6 ثوان كما هو واضح على الشاشة و150 جزء بالألف من الثانية. ننتقل إلى منافسات الراوند 2 في هذه الفئة. طبعا الطلعة الأولى كانت بين الكويتي بدر بن عيدان سائق فريق STS على يمين المضمار، ويعقوب حسن من الكويت على يسار المضمار. كما ذكرنا بدر بن عيدان تأهل باي إلى هذا الراوند 2، بينما يعقوب حسن بفوزه على طلال الشرشاني من قطر تأهل إلى هذه الطلعة. وانطلاقة صحيحة لكل المتسابقين وتنافس قوي حتى خط النهاية، لكن الفوز في النهاية يكون لصالح بدر بن عيدان، على الرغم من أن يعقوب حسن سجل زمن أقل، لكن تؤخذ على زمن الرياكشن في هذه البطولة. خالد الدوسري على يمين المضمار في الطلعة الثانية الراوند 2 مقابل وليد البدين من المملكة العربية السعودية. إذن مواجهة سعودية خالصة وانطلاق صحيح لكل المتسابقين، ويتأخر قليلا خالد الدوسري لكنه يتمكن من تحقيق زمن أفضل 5 ثوان و967 جزء بالألف من الثانية، لينتقل إلى النزال النهائي في هذه الفئة. والطلعة النهائية ستجمع بين خالد الدوسري على يمين المضمار من المملكة العربية السعودية، وبدر بن عيدان سائق فريق STS الكويتي على يسار المضمار. المتسابقين سبق لهما الفوز ببطولات الدراج ريس. خالد الدوسري بدر بن عيدان، مواجهة سعودية كويتية تحسم في النهاية لصالح صاحب المسار
الأيمن، وخالد الدوسري بخمس ثوان و968 جزء بالألف من الثانية ليكون أولى الأبطال في هذه الجولة بطل ستريت بايك. ننتقل إلى منافسات سوبر ستريت بايك. الطلعة الأولى جمعت بين محمد لبداح على يمين المضمار من المملكة العربية السعودية، وحتان العبادي على يسار المضمار أيضا من المملكة العربية السعودية. نوجه التحية إلى محمد البداح من السعودية، والذي عتب علينا في البرنامج السابق لأننا كنا نلفظ اسمه محمد البداح بالهاء وليس بالحاء، لكن الأسماء تصلنا يا محمد باللغة الإنجليزية، وعذرا لهذا اللبس والاختلاط، ونوجه كل التحية له. وبالفعل انطلاقة قوية من محمد بأولى طلعات هذه الجولة، ويبدو أنه حسم النزال بخمس ثوان و83 جزء بالألف من الثانية. المشاركة السعودية، يعني جميع المشاركين في هذه الفئة كانوا سعوديين. مشاري التركي على يمين المضمار يخوض الطلعة الأولى بالراوند 1 أو الطلعة الثانية بالراوند 1 باي، ويتأهل بأربع ثوان و894 جزء بالألف من الثانية. ننتقل إذن إلى النهائي، نهائي سعودي بين مشاري التركي ومحمد البداح. مشاري التركي على يمين المضمار ومحمد البداح على يسار المضمار. منافسة قوية بنهائي هذه الفئة. توجيهات من الطاقم الفني لكلا المتسابقين، مع مساعدة من قبل نرى محمد بوراشد من فئة البرومود أو البرو بايك عفوا، يساعد محمد البداح من السعودية بتعاون رائع بين المتسابقين. وإذا يفوز كما شاهدنا محمد البداح بأربع ثوان و735 جزء بالألف من الثانية، ويعني يتوج بطل لفئة سوبر ستريت بايك في الجولة الثالثة من